مسألة حالي يكون صعب صريت هستا إنه خلاص إنه كدبنا إنه كسرنا مسألة هستا اللي ده هذا واحد من صدر اللي ده هذا وأما قعود أو شيء بنان يمدان بنانة يبا أي سوهس جلا علماء المسلمين تو خاصة سلف الصالح قرون تخير كبنيت علماء ديسي صدح بيو قيبيان وحن من صدام هيست الليلة مد بنان إيو مد بناني إيو مد بناني كان بناني بيلا بقي بود كدقان مركز صدح واحد من غنية قيبت كوبات وتحالي إنه كهذا اللي وحن لو يقان من سهولتكو وشي بنا من سهولت بالي هذا مركا بيرت الله فلي حيو تحبي قادان ويسكو دي رجليان ويسكو عربيان دادك بيرت فلي دادك قريها دساي دساي وكالي حيو من سي قادان ومركا دون هيان إني اسكو عربيان وكهو القلال ننك عدي يجيلا وراب سريه سداسو كله جبردم زجدة تمانيس نينك هول قواني قليها مجاهدين تاء مرجع عربين أيان حقوق يقع كسيه ما نصداس لو يقان ما نسهولتك تشيت بدن ملها لحن ملها ميزك ملها حمان تدخل لقمة يجري وشيء إسكبنان عند أهل العلم حلو حين صوم الري كالحدائي والنصبي تاس مرك وحلو يقنا غناء بنان روح ابن ادم كان في طريس لو عيارنا وكلا قرنا يا وحا ودخيا من سهولد ايو هيست لا يقان عادي هبل وفنان وهيسال له نينك هاد دقيلة شبان اي لبا ساعة لا يابا اما انتو ظهر كي فريست عيل كسو انت اشبهاي ان قبل كو غدخو انت انا من سو ترن هي لو اورن ما هي وا هيسا قيل ترى مسكين وقيل سوى رابصان يوم بالله أركا نيجي ساك أرورت كوك الله هاي بير أنت فل هاي يي يا قبل كوك دعى أنت أنا هيس هاي عربين هذا كج بير تشمين هاي الله بارك يروي هاي هيسا يا فنان مركه واحد ما انصها ولد كلوي يقان عربنا ويا قان حداء والعرب أما غناء والعرب لورنشري سلف كنا كهالين وبرنايه هدو كبت بعده إذا بظهر إلا سكويرو أما أحد من آدم لغد الملوك عاي نوع اللبات أسوى حارا لبن وقيب سما وغناها اللو يقانو ومن صدى هست اللي يده إيلا اللحنك إيلا إسجابينتا إيلا إسوالاقيدة إي إذا بظهر إذا تقرن إيسا إسقاوم وركي بچوش غناها النوع عاصة أسوى حاران بإجماع علماء الأمة وحد هيستا أتقنان الفنانين تأتر هذان يهبل وفنان وهيسا أتر هذان هو شيء كه ولينهين وحاران وأنا مسألة إجماعية خلافنا ملا وده الدنبو أسوى وسكسر علويه حيقصان وهو ملكة جو أنت هيا كله جي الإمام عمر بن عبد العزيز يا إجماع جوريي إمام مالك باسو قوريي شافعي با قوريي أحمد با قوريي قبل أن يخلق ابن حزم ابن حزم يا غير كين تان لا أبورين ولا ابن طاهر القيسراني الصوفي الملحد أن لا أبورين أيا أئمة أهل العلم قوريين وكمديا الخليفة الراشد كوكي هاي مالك إمام أهل السنة شافعي والله يقان علوم هذا أن يجمع قوريين وياه أولي بكون نقدية ذلك إجماع الجورية كون نقدية أحمد بالجورية صدني يكو عالم بإجماع سوق جورية صدني يكو إجماع عالم بإجماع سوق جورية مركب وذا دمبو وركيس سكية هاي خالد قال أما اجتهاده وقفي لغم اللغو مسألة ذا مركب مسألة خمرا لما هزت لحن كله استجبين تله إذا بدرده وضعته نوي دقن كي أنا هاي اللي يقان ذلك فسقها عنك أن قطيه استاس وياس حارنا وإن بنا كلا جمره
ninka sameeyana waa faasiq maqaatimo galo kii kaag dhawa wixii laga shaqaysana waa xaaraan laguma xajiyi karo bal waa laguna cadaab mudanaya qaybta labaad waa qaybta loo yaqaan oo qaybta xaaraanta ka mid ah haddii si guud loo fiirino waa qaybta saddexaad alghinaa asuufi ka la yidhaahdo wey alghinaa asuufi heesta iyo maansada iyo xatrada iyo nasrada ay qaadaan qolyaha dariiqooyinka ah ee durbaanaha garaacda iyo kuwan hadda alxaq balaaso loo fadhiyay la yahay tu alifka taadka wax ka dhacama suma taqaanaa midda iyaduna waa xaaraan weliba tahora iyadaa ka liidata ninka fanaanka muqaniga ah ee heesaaga ah inuu xataa khaldanya wuu isog yahay wuxuu inaysan fiicinan waa isog yahay nafta naga baratay waa balwad waa ku soo koray xoogaa mushaar uu ka raadinaya laakiin kuwan aafadoodu waxa weeye shay macsiya ah bay ilaahay ugu dhowaanayaan qurbo iyo diin iyo cibaado iyo alla dhawaashay u arkaan walidaalika bacdu culamaa alumma waxay gaadhsiiyeen ninka nasrada iyo xatrada iyo ghinaaga suufiga ah qurbo iyo alla dhawaasho u haysta waa gaal bay yidhaahdeen wadaad xanafiya kitaab ka qoray oo hata aan shuqul ku lahayn salafiye iyo sunniye midnaba maturidi ah oo ku takfiiriyey qurtib abulcabaas saaxib lmufhum wuu ku dhowaaday kashfu lqinaac kitaabkiisa la yidhaahdo fi masalat samac inuu takfiiriye xaama xawla takfiirihim laakiin muusan tasriixinin abu xamed alghazaali nin walaalkii ah oo axmed bnu muxamed alghazaali la odhan jiray kitaab buu qoro isagu suufi ah wuxuu leeyahay ninkii yidhaahda xadradu ma bannaana waa gaal ufiirsaada ninna wuxuu ku yihi ninka bannaystee diin ka dhigta waa gaal asna wuxuu yihi ninkii yac yidhaahda waa gaal waxaan marka wax dambe lagu lugo'ay shaaficidu markay hadda ka hadlayaan fiqiga shaaficiga kutubta sharxayaan manhaajka iyo kutubta fiqiga shaaficida ninka ugu hadal xun ee ugu liita waa ghazaali imaamka agarteen cadiimka ah ee usuulka imtixaanka ku ahaya meel walba soo taabtay markuu baabkan marayo waa adcafu nnaasi kalaaman fi hada albaab lianna maxaa yeele isagaa ku fidnaysnaa isagaa ku fidnaysa xaa ibnu xajar muxuu yidhi wadaadku wuxuu ku fidnaysan yahay fatwo lagama weydiiyo xaggee buu ka qaatay xadiidkii markuu sharxayay kadaba abu sanaabil ibnu backig xadiidkaa ka fiiriya fulxubaariga wadaad isagoo ribada cuna sheekhu bal ribada ka war haddaad tidhaa muxuu kuleh laa baasa laa baasa noloshi baa gashay laa baas mid isagu haweenka meerxad ku meheriyo meelahaas ka burdhaqlaysta haddaad tirada masaafo iyo islaanaan weyn lahayn sheekhu bal ka waran muxuu ku leeyahay masale khilaafin laakiin anigu waa sameeyay iska wada ku leeh wadaadku wuxuu ku aafaysan yahay waa la yska ilaaliyaa allaahuma inaad daliil cad iyo war cad aad ku aragto hadde markaa nas u taageero mooyeen masaa'ilka ijtihaadka wadaadku wuxuu ku aafaysan yahay waa laga fogaadaa masaladan marka alghinaa asuufi ee qurbo iyo alow dhawaasho laga dhigtay ee laxan kale ee durbaan kale ee marqaan kale lagu judboodee taqaanaan ee waaga annagu aan xatrayn jiray aan ismoodi jiray haddaan dhici weyna in ilaahay agtiisa waxba aana ku lahay wadaad haddaba nool oon geeri aana ku maqal iyo habeenka jumcaha ah iyo habeenka arbacadaba wuxuu qasab nagaga dhigay inaan xatrayno haddii kale aroortaas kitaab idin akrin mahay carabiyadu noo akrin jiray naxwadii sarfigu noo akrinay habeenka jamcaha waa inaan xatarayna saan u daryaamayno gabdhuhu mashxarada hayaan ee darmuuska iyo fuux isu daba marayo waaga agtiisa baan ku kala dareeraynaa hadday saa aysan dhicin sabtida soo socota cashir ma jiro habeenka arbacadana sidaasoo kale ahayd ninka habeenka marka la xatraynhayo ee baasha la wado aan marqaamin aan dhicin aan judboonin muxuusu arkaa munaafiq faasiq nin qalbigiisu engegan yahay qaasiyatan quluubahum mujrim buu isu arkaa ilaa waagi dambe anugu ma arag laakiin nin arkay baa iga sheekeeyey wuxuu yidhi wadaad baa markay naftu qabatay oo uu judboon waayey iyo maalinka habeenkii dambe iyadoo xatraynaya istuuray kashkaashkii lagu fadhiyey iyo meesha la fadhiyey geed weynoo dogoba lagu celiyey kashkaashka iyo bartaa la helay dhiiggii baa faninay cabaad buu afka furtay isbitaal oo la cararay hadduu judbaysan iyo marqaansay waxa ku dhacay muusan garteena moogta waa nin isdanaasacay bal istuuroo iska dhig nin marqaansan
marka midka asagu xaraamnimo waxa u dheer waa xaraan diin laga dhigtay بعض أهل العلم لا يحقو تكفيريين با كهوري فنانادو إيا فسقادو قادانا ودقان فسقو إيا مجرمين أسنوا الدين لا لبدا النوع با علمادو إجماع بيسو قوريين إنو حاراني هاي كوسي ديران ما يكتوب بدن با لغا قوري عركوا معاصرين تو كتوب بدن بيكا قورين سلف كتوب بدن بيكا قورين حق فقه هذا واوين نينك أقوه ريم زرالا كهد لك تابقو قوري شابعي وي أبو طيب الطبري أبو إسحاق الشيرازي شيخيسي نينكي الزمن كيسي اللي يريه حال قديس وحافري سنجري 500 فقيه من شتى المذاهب في كل جمعة وحولها حلقة للمناظرة واحد انت أمن زنوب نينتا دعي وعلمي كوب حل ديراضي وحر كعي عركواء واقدا مركو الدقوبو سقاشن الور بكل انتي oo todobaadan meelaha soo gaaray ee wuxuu wixii munaadara waxaan u wakiishay ardayga Abu Ishaq Shirazi ninkaas oo shaqaban jiray barka wadaadka kitaab uu ku qor waa madbuuc risaalada akhriya asaga iskale shaafiiciyadu ragga ugu cadcad ee masaladan tafsiiriyay ee fariisiyay way waa dhaqan diin la'aan ya faasiqnimo way dhaantadu xaqay galeysa dhaantadu inay ilay xaqay gali وقيبت حاران تايد بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين دين الآن يقال نموي ولبا إن ليد هذا ننك أن لأي من المسلم معه ودين الآن يقال نمو إن لقو يلاد ننك دانتين واي ووعل وادو ويدو ميدو قادين ووداد يا ميشن كتاكي ساقا إيشكي جيك جيكو تاكي وحوري إنا إليو باشان فدئة أمت دقن كاقلو ميسي جوج ودين لان ما بنانا دقن جوج بكويل حوري قال يا تاي حوري سومالي بان ور سومالي مره يا تا اوغادين بان هاي اوغادين نو اتاي دانتنا واديدي وعل باتي قرع اوغادين متيد بوري ونين دون شيخ وسا كل هاي اسغبي ايي شيكيو ايي شيغ مركا افد هلكاس اي غادي سيده معصيده اها اي دنبغا اها اي كبيرده اها اي بعض اهل العلم بهدي قرب لا غدغت اي كوغو تكفيرن هيين yow xulee ninkii la iman waaya ama inkira qoonsada waa garac nasabkiisa duran yahay oo qadfi baasha lacaan waxa ka bilaaban haya asigii ba dadkii qadfi ayuu wuxuu ku arkay inada ahayn ba adan reerka ba u dhalanin balay aata labada qaybood way yaan la isku khaldin hees hawleed maansa hawleed oo lagu qabsado oo si jabin lahayn oo laxan lahayn oo alleed alla iyo balaayadan imtixaanka ah ee muusigada wadatay ee laxanka wadatay aafada wadatay aan la isku qasin laba kala baba kala doon way hawshaasi marka intaas ayaan kaga tagi lahaa kutubtu way badan yihiin raggiina dhalinyarada hal kitaab akhriya arraka waa way kitaabka ila roon xagga jamciga iyo xagga baxthiga iyo shubahaadka ka jawaabidooda iyo naqliga ijmaaca iyo taxriirinta masaladaba wadaadkan Nidiyaab ibn Sacad al-Ghamidi la yidhaahdo kitaabkiisa way الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف وكتاب شن بقوله بيج أنك بضني بل والله بقول يزيد أفر بقول يزيد بيج أخرية وكتاب دقيقة علماء الحل يسون الله وإن أنا أي تقريدية أنت أخرية ابن باز بكمذا مرك الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف بل جدع بكون نقدية وحكون نقدية قرضاوي وحكون نقدية دكتور سالم الثقفي يعني ونقد علمه ولب اذا بيسن علمنا كل سنة تقريبا الى 8 رساله لقى قروان هيا وين لكن كي اسغا الى في عام حق ماده اصول اي نقد انت انك وبادنا دكتور عبد الله معوها عبد الله موسى رمضان كتاب كيسة الرد على الجدع والقرضاوي في مساله الغناء والمعازف اخريا اسغنا ومجلد كوزن والى لحب غلوبيجا مركا مساله يعني لقو خلدمي هدي أي باش هيستا أي هوان بصوغ غلار أما أفلقا دي أي صوغ شو أما حمان دات كل لغو يلا يزنا يي تعريض يي فواحش يي عشق يي بين بين وحي لغو شيغ يي بغت يي أمد أور سيدا يي آفدا يي دقن حمضة أي ميشة تمادنا مرن بملا إني حارنتا مرن بتاسم ملاها مركا أنت أنكو غابية كتابك أخرية مركا كتابك على ميسان هدي وحش باء صوغ مركا سينو سكو إمانينا ومن أحالك فقد
أسندك.